ولما أراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع في امرأة وجب عليها حد السرقة وشق ذلك على قومها، فطلبوا من أسامة أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم قطع يدها، فشفع أسامة وكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب عليه غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وفي الحديث: لعن الله من آوى محدثاً.